احنا دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض الدونة التركي. الدونة التركي بيتقدم في كذا عيش، يا اما عيش صاج، يا اما بيتقدم في عيش بيكون زي الشباتة شوية، بيبقى زي الفينو بس كبير وبيتفتح، بيبقى اربع كده وبيتفتح. في كذا طريقة تقديم كعيش، لكن الحشوة الى حد كبير بتبقى واحدة، بتبقى عبارة عن انا جايبة عيش صاج عشان بيبقى ارفع حاجة، بحس انه اظرف حاجة. بيعملوا برضو العيش بنفسهم بيبقى مدور كده، مدور كده خلاص. هو ده مدور برضو بس ايه متني علشان هو رفيع خالص، يعني دي مدورة بس متنية عشان كبيرة. بنحط ايه بقى؟ يخيروكي تحطوا يا اما صلصة لحمة كده مع الصاجة حارة تتحط في الأول، أو مايونيز بطعم التوم بيبقى عليه توم خلاص بتتفرد، أو مايونيز بالكاتشب. طيب بنحط ايه بعد كده عليه؟ بيتحط عليه على طول طبعا الشاورما من على الايه الشاورما اللي بتبقى قدامنا دي اللي بتتعمل على النار، بتبقى طبعا هي اللي صح مش اللي بتتعمل في الطاسة. لازم الشاورما اللي على النار بتتقطع بتبقى رفيعة كمان غير دي برضو خلاص، بتبقى شاورما متقطعة وهي متعلقة كده وبتبقى رفيعة خالص خالص، بس عشان اوصل لكم الصورة صح. طيب بيسألوا بعد كده عايزين تحطوا ايه؟ عايزين تحطوا بصل، عايزين تحطوا خس، عايزين تحطوا مهمة جدا دي على طول الكرنب الاحمر ده موجود على طول، عايزين تحطوا خيار وطماطم، فحسب ايه اللي حابينه. حطوا الاول البصل، بعد كده الخس بالطريقه دي بشكل مغري بشكل، وبالذات بقى لما الدنيا بتبقى ساقعه كده يا نهار ابيض مغريه جدا. كرنب بقى بيعمل شغل جامد قوي بصراحه، انا دايما اقول كرنب كتير، عايزه كرنب كتير. اللي بحسه غريب شويه مش لايق قوي بصراحه هو الخيار مع الطماطم، بس في ناس بيحبوها فهحطها خلاص بالطريقه دي. بعد كده بقى بيتحط زبادي تزاتيكي اللي هو عبارة عن سلطة زبادي بالخيار زي المصري بالظبط بالظبط، يعني بتتحط في الآخر. شايفين مغرية وكبيرة جدا، يا رب أعرف ألفها صح بقى.